محطة الفضاء الدولية الآن فوق جبال علوك يوم الجمعة 12 تموز بقدر ما نصفر واضحة تماما. في هذه المحطة حجمها طبعا بحجم ملعب كرة قدم 108 متر، فيها 9 رواد فضاء الآن. الساعة 4:15 صباحا، صباح يوم الجمعة، هي الآن فوقنا. خرجت من الشمال الغربي اتجاه الجنوب الشرقي. واضحة تماما. -4، القدر -4.